مرحبا بكم في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز عناوينها. أول حكم بالإعدام في العام الجديد لإرهابي خطط لاستهداف كركوك في العيد، والجيش يزف أول شهيد له. بعد 21 سنة من مشاركتها في الغزو، أستراليا تصارح شعبها: شاركنا بحرب العراق اعتمادا على تقرير شفهي. بعد أن أغرقت البلاد بأدوية مجهولة المنشأ، الكمائن الأمنية تشل مافيات الأدوية وتضرب أرباحها المليارية. البداية من أول حكم قضائي في عام 2024، إذ أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام بحق إرهابي كان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في أحد الأسواق الشعبية في أيام العيد بمحافظة كركوك. خلية الإعلام الأمني كشفت أن الإرهابي متهم بارتكاب عمليات إجرامية عدة استهدفت القوات الأمنية في المحافظة، مشيرة إلى أن حكم الإعدام صدر بحقه نتيجة لانتمائه لداعش الإرهابي وارتكابه جرائم بحق قوات أمنية ومدنيين. وفي أول الحوادث الأمنية في العام الجديد، إذ استشهد ضابط في الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، وأفاد مصدر أمني بأن العبوة انفجرت خلال واجب تمشيط وتفتيش من قبل قوة أمنية مشتركة في منطقة السكريات ضمن قاطع محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى استشهاد الضابط وجرح جندي في الجيش. أما في أول جريمة بالعام الجديد، فقد أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد بالعثور على جثة فتاة في منطقة حيئور شرقي العاصمة. المصدر أشار إلى أن القوات الأمنية عثرت على جثة فتاة من مواليد 2008 مقتولة برصاصة مستقرة في الرأس، مع العثور على مسدس بجانبها. المصدر لفت إلى أن التقرير الأولي لخبير الأدلة الجنائية أفاد بأن الحادثة قتل وليست انتحارا. أما في أول استهداف للتحالف الدولي، فقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قاعدة للتحالف. وبحسب بيان للجهاز، فإن الطائرة المسيرة التي تم تدميرها أطلقتها ميليشيات غير شرعية على القاعدة العسكرية للتحالف الدولي ضد داعش في مطار أربيل الدولي. كان مصدر أمني قد أفاد بتصدي منظومة الدفاع الجوي لاستهداف صاروخي على مطار أربيل الدولي. في سياق آخر، كشفت أستراليا عن أوراق سرية تخص المشاركة باحتلال العراق عام 2003، تضمنت اعتماد مجلس الوزراء على تقارير شفهية من رئيسه للمشاركة بالغزو دون تقديم تقارير ومعلومات كافية عن مبررات الحرب والتكاليف. وتظهر أوراق مجلس الوزراء الأسترالي التي نشرها الأرشيف الوطني واطلعت عليه الفلوجة أن المجلس وبكامل هيئته وقع القرار في 18 من أذار مارس من العام 2003 بناء على تقارير شفهية من رئيسه، وتجزم الأوراق بلا أي شك حيازة العراق لأسلحة الدمار الشامل، وهي الحجة الرئيسية للحرب التي سقطت بعد أشهر من عملية البحث الفاشلة بعد الغزو بحسب الوثائق. يختتم العام 2023 بتراجع ملحوظ في مستوى حرية التعبير في العراق، حيث واجه الناشطون والصحفيون مضايقات وضغوطا من قبل السلطات السياسية والأمنية. مزيد في التقرير التالي. لم تتصدر ساحة الرأي مقررة أو خطوات حديثة العهد تخص حرية التعبير عن الرأي في عام 2023، ولعل مكافحة المحتوى الهابط هو الحدث الوحيد الذي له احتكاك بهذا الجانب. مع ذلك، استحوذ على مخاوف كثير من الناشطين والصحفيين من تحول مساره إلى تقييد حرية التعبير في ظل الغموض الذي يكتنف تطبيقه.
يعني ما شفنا فد إجراء بحق هذا الموضوع، لا هو أخذ حيزه ومشى كقانون أو كإجراء، ولا هو مثلا لغى موضوع المحتوى الهابط. يعني شفنا موجة بعد أن أقره موجة معالجات وبعدها اختفى الموضوع. أغلب الناشطين اللي يعني حتى إذا كان محتوى مو هابط صار الموضوع يعني تردد وخوف من أي شخص إنه يريد ينشر فد فكرة معينة بباله أو انتقاد لفد جهة سياسية أو جهة حكومية. ورغم زخم التشريعات والقوانين التي تتحدث عن مكافحة جرائم المعلوماتية وتكفل حرية التعبير، إلا أن الصحفيين يشخصون خللا في التعامل معها، ولم تستطع أن ترفع الضغوط السياسية والأمنية على عمل الناشطين والمؤثرين في المجتمع. هي القوانين مشرعة لكن ليست مفعلة، ننتظر تفعيل القوانين على الدوام. السياسيين والشخصيات الكبرى والقيادات الأمنية داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات تقول بأنه هي داعمة لحرية وعمل الصحفي داخل الميدان وفي الشارع، لكن لم نرى أي شيء على أرض الواقع يعني يدعم هذا الأمر. يعني هنالك انتهاكات من قبل، نسميها انتهاكات لربما تكون فردية، هي ليست انتهاكات قانونية، من قبل ضباط ومن قبل المنتسبين لمنع الصحفيين من مزاولة أعمالهم في الميدان وداخل الشارع. نحتاج وقفة كبيرة من قبل جميع الجهات المشرعة والجهات المنفذة والجهات الساندة والداعمة للإعلام، كانت تكون منظمات دولية. وما يزال هنالك عدد كبير من الناشطين والصحفيين تلاحقهم أساليب تكميم الأفواه بحسب تقارير إعلامية، مما أدى إلى هجرتهم خارج البلاد، وبينهم من يتعرض للترهيب والتهديدات مع غياب الإرادة السياسية في الوقوف على تداعيات هذا الأمر. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. أعلنت اللجنة المالية النيابية أن موازنة العام 2024 ستشهد تغييرات في شقيها التشغيلي والاستثماري. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن موازنة العام الحالي ستشهد إجراء العديد من التغييرات فيها، وستكون شيئا مختلفا من ناحية الموارد وتقديرات أسعار النفط والصرفيات، كما هو الحال مع خططها، كونها سنة جديدة ستحمل مشاريع جديدة، مبينا أنه تم تحديد مبالغ لبعض المشاريع التي ستنفذ قريبا، وأن هناك تعيينات جديدة حدثت في الموازنة السابقة، وهذه جميعها متغيرات لم تكن موجودة في موازنة 2023. كما أوضحت اللجنة المالية أن الحكومة جادة في مسألة تعديل سلم رواتب الموظفين. وأضاف عضو اللجنة علي جبار مؤنس أن التعديل سيحفظ استحقاقات الموظفين حسب سنوات الخدمة. وأوضح مؤنس أن هناك تباينا كبيرا في رواتب الموظفين بين وزارة وأخرى، ولا تتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين، مؤكدا أن تعديل سلم الرواتب سيكون من ضمن الخطوات المقبلة، وأن هناك جدية في متابعته وإقراره. مع دخول العام الجديد، تواصل بغداد وأربيل مباحثاتهما بشأن حل ملف رواتب موظفي كردستان، وسط تأكيدات الحكومة الاتحادية عزمها على حل الأزمة المستمرة. مزيد في التقرير التالي. مع دخول العام الجديد، أكدت الحكومة الاتحادية عزمها على إنهاء ملف رواتب موظفي إقليم كردستان وإبعاده عن جميع الخلافات المالية الأخرى، كون هذا الملف يمس شرائح مهمة في الإقليم ويتعلق بحياتهم المعيشية والاجتماعية. الأرقام هي تم يعني كشفها وتم إرسالها لبغداد، الأرقام فيما يتعلق بالواردات الغير نفطية. احنا عندنا قانون الإدارة المالية بالمادة 29 بالفقرة، ما أتذكر بالضبط الفقرة الثانية أو الرابعة، تقول إذا الحكومة إذا المحافظة الغير منتظمة بإقليم أو الإقليم لم تسلم الواردات، يتم استقطاع من حصتها وما يتبقى يتم إرسالها للمحافظة الغير منتظمة بالإقليم أو الإقليم. وعلى الرغم من الزيارات المتكررة لوفود كردستان صوب العاصمة بغداد، إلا أنها لم تصل إلى أي اتفاق جديد، خاصة فيما يتعلق بفصل رواتب موظفي كردستان عن حصة الإقليم من الموازنة العامة،
المشروطة بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية. الموظف ما على ذنب. هناك عندك الحكومة الاتحادية لديها خلاف مع الحكومة الإقليم حول أعداد الموظفين، حول القوائم أو التدقيق أو التصفية النهائية أو ميزان المراجعة. هذا مو مشكلة الموظف. ويمر إقليم كردستان في أسوأ أزمة مالية، حيث بات عاجزا عن دفع رواتب موظفيه في القطاع العام بعد توقف تصدير نحو 250 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي. تتزايد حالات التذمر وسخط الشعب، فحكومة إقليم كردستان لا تستطيع تأمين رواتب موظفيها المتأخرة لأشهر عدة، وبغداد تدفع باتجاه توطين رواتب موظفي الإقليم في مصارف معتمدة لديها. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. تتجه وزارة التجارة إلى إنشاء أفران في بغداد لتجهيز الصمون للمواطنين بدلا من الطحين مقابل مبالغ بسيطة. ومن المتوقع أن يكون مجمع بسماي السكني المحطة الأولى للمشروع، الذي في حال نجاحه سيعمم على بقية المحافظات. وقال المدير العام لدائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة طالب حسن نعمة إن حصة الفرد الشهرية من الصمون ستكون 110 صمونات مقابل مبلغ بسيط، مضيفا أن من دواعي هذا المشروع رفض أغلب المواطنين تسلم حصة الطحين أو بيعها للوكيل من خلال إمكانية استبدالها بالصمون أو الخبز ضمن البطاقة الإلكترونية. كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي عن البدء بمشروع مترو بغداد خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أنه سيغطي 85% من مساحة العاصمة بغداد. الأسدي قال إن المترو ذاتي القيادة ويقدم خدمته لخمسة ملايين راكب يوميا، مبينا أنه يغطي جميع مناطق بغداد بطول يبلغ 148 كيلومترا توزع على 64 محطة. وأوضح الأسدي أن المشروع سيضم مسارا يصل إلى مطار بغداد الدولي مرتبطا بأربعة من المسارات الثمانية الأساسية، لتكون عملية انتقال المسافر من أي منطقة في بغداد إلى المطار سهلة وميسرة. مع بداية عام جديد يواصل أطفال ديالى معاناتهم المستمرة، حيث يضطرون إلى العمل في الأسواق والطرقات لتوفير لقمة العيش المفقودة في بيوتهم. المزيد في التقرير التالي. طويت صفحة العام 2023 ومعاناة الأطفال النازحين والفقراء ما تزال تسير على خطاها، فقد استقبلوا العام الجديد بالعمل منذ الصباح الباكر كعادتهم في الأسواق والطرقات لتوفير لقمة العيش المفقودة في بيوتهم. أشتغل بعلالي، كان أكبرهم واحد، والله نشتغل بعلالي، نطلع 3000 يوم يا ألي في 2000 3000 ونطيه لأبويا ويجب منها أجسنا مسواق. أنا أبوي متوفي، يومين أجي للسوق، أنا وخالي مريض، قاعدين نلم على وليد نروح نبيع، نشتري يومية، نطلع 4000 5000 نروح البيت، نشتري به المسواق ونروح البيت. وسط ارتفاع مقلق لنسب التسيب من مقاعد الدراسة في ديالى وخصوصا لدى الأطفال، يشير متخصصون إلى أن ضعف الحالة الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة يجبران عائلات إلى زج أطفالها في الشوارع للعمل أو حرمانهم من الدراسة لعدم استطاعتهم توفير المستلزمات والمتطلبات الدراسية. أغلبية العوائل ليس لها معيل أو ليس لها القدرة على إعالة طفلين أو أكثر من في المدرسة، ومنها أسباب شراء الملازم وشراء الكتب وشراء الملابس. ومع دخول العام الجديد يضع أهل ديالى الثقة في الحكومة الجديدة لتصحيح المسيرة الاقتصادية في المحافظة من خلال توفير فرص عمل أو دعم المنتج المحلي لتغيير الواقع المرير. بوضع برامج لإنهاء مثلا عمالة الأطفال، اليوم أطفال بالشوارع 7 سنوات وخمس سنوات، هاي جريمة إنه يعملون وتجي يعني تتبعهم
تشوفهم من عوائل كلش فقيرة وكلش معدومة. ويبقى هؤلاء الأطفال يحملون رغما عنهم مسؤولية أكبر وأثقل من أعمارهم، ولا ذنب لهم سوى أنهم يعيشون في دولة غنية دون أي تخطيط وجهود لتحسين حياتهم بشكل أفضل. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. كشف وزير التربية إبراهيم الجبوري عن تسجيل 450 شهادة مزورة في مختلف المؤسسات الحكومية في العام 2023. الجبوري أضاف أن اللجان المتخصصة في المديرية العامة للتقويم والامتحانات أنهت المحاضر التحقيقية بحق المزورين وصدقتها لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا استمرار خطة الوزارة الرامية للقضاء على هذه الجريمة. في ظل أزمة السكن التي تعاني منها المثنى، خرجت الكوادر التربوية والتدريسية في المحافظة خرجت بتظاهرة سلمية حاشدة مطالبة بحق استملاك قطاع أراض سكنية أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات. المزيد في التقرير التالي. وجوه يعلوها العتب والاستياء والتذمر من موقف حكومتهم المحلية. إنهم الكوادر التربوية والتدريسية في المثنى الذين نالوا من الخذلان ما لم تنله شريحة أخرى بتسويف ومماطلة لمطالبهم. نظموا تظاهرة سلمية حاشدة انطلقت من مقر نقابة المعلمين باتجاه مديرية البلدية، تعبيرا عن رفضهم لسياسة التهميش واللامبالاة بمنحهم حقوقهم لاستملاكهم قطع أرض سكنية إسوة بأقرانهم في باقي المحافظات. خرج المعلمين في محافظة المثنى للمطالبة بأبسط حقوقهم وهو حق السكن، وللأسف منذ 20 سنة لم يخصص أي قطعة أرض للكوادر التربوية في هذه المحافظة. عتبنا شديد على محافظة المثنى لأن وعدنا بهذه القطع الأراضي وواعدون، وأكو كتاب على أساس هو حجة بأن شنو تتوزع وراء الانتخابات. الناصرية وزعت، محافظات هواي وزعت، إلا السماء وما توزعت. ويؤكد المحتجون أن بقاء الحال على ما هو عليه من تهميش ومماطلة لمنحهم حقوقهم من الجانب الحكومي، لا سيما مع أزمة السكن التي جعلتهم يسكنون البيوت الزراعية والعشوائية، يدفعهم لتكرار مظاهر الاحتجاج وتصعيده في قادم الأيام حتى انتزاع الحقوق دون منية من أحد. أكو معلمين عندنا لحد الآن حتى طلعوا تقاعد وهم ما مستلمين أي قطعة من الدولة. زين هذا شنو ذنبه؟ ليش شنو ذنبه؟ يعني شنو ذنب المعلم قضى عمره إيجارات؟ ليش لو ساكن بالعشوائيات لو بالزراعي إلى متى؟ يعني راح نسوي إضراب تام، إضراب تام عن التدريس. وخلنا نشوف، يعني هم يقولون المعلم ما إلى قيمة، ما إلى صلاحية بكل شيء. صوت الحقوق صدح عاليا من حناجر هذه الشريحة المغيبة لسنوات، ظنا منهم أن الجهات الحكومية ستلبي مطالبهم المشروعة، إلا أن عناصر مكافحة الشغب وهرواتها تكفلت بهذه المهمة بعد أن أوصدت تلك الجهات أبوابها أمامهم دون تردد. من المثنى نجم الحميد، الفلوجة الفضائية. أكد مصدر حكومي مطلع أن الخطة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب في محافظة ديالى التي وضعها رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني نجحت في شل حركة مافيات تهريب الأدوية خصوصا في المحافظة. المصدر أفاد بأن مافيات التهريب تدير تجارة تقدر بالمليارات، إذ تمول 11 محافظة بأدوية من مناشئ غير معروفة وأخرى غير صالحة للاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه المافيات كانت تدخل وتدخل الأدوية إلى ديالى عبر ثلاثة طرق رئيسية أبرزها طريق كركوك بغداد. وعلى صعيد متصل، كشفت صحة ديالى أن الكمائن الأمنية أحبطت دخول 21 شحنة من الأدوية إلى ديالى أغلبها مجهولة المصدر. مع انتهاء العام 2023 تقصت قناة الفلوجة واقع العراق الصحي خلال العام الماضي في وقت حاولت فيه هيئة الاستثمار الطبي سد ثغرة المشاريع المعطلة. التفاصيل في هذا التقرير.
عام كامل مر على المؤسسات الصحية حاملا معه هموم المواطن وصعوبات كبيرة واجهتها وزارة الصحة بسبب قلة تخصيصاتها المالية والتي أعاقت توفير الخدمات الطبية للمواطنين بالمستوى المطلوب حسب قولها. بينما يقول أطباء متخصصون في مواجهة الأمراض السرطانية أن المشهد بدأ أكثر انفراجا بعد إقرار الموازنة التي ضاعفت مبالغ الأدوية والمستلزمات الطبية. خلال الفترات السابقة واجهنا صعوبات كثيرة في توفير الأدوية السرطانية، الحمد لله مع تجهيزات جديدة لوزارة الصحة إضافة إلى المبالغ المرصودة من قبل محافظة البصرة والسيد المحافظ، حاليا نسبة التجهيز تراوح من 95% إلى 98%. ولإزدياد الحاجة الفعلية من قبل المواطنين للرعاية الصحية وجد الاستثمار الطبي طريقه لسد ذلك الفراغ بمشاريع بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار، بينما تتجاوز العملة الصعبة التي تخرج من قبل المواطنين للعلاج خارج العراق نحو 5 ملايين دولار سنويا، فيما يعتبر قانون الضمان الصحي هو الوسيلة التي من الممكن أن تقلل الأعباء على المرضى كما ترى نقابة الأطباء. طموحنا أن تكون مدينة البصرة هي مدينة سياحة طبية. قيمة أو حجم المشاريع الاستثمارية في محافظة البصرة لحد الآن تجاوزنا 200 مليون دولار، بعضها اكتمل بعضها قيد الإنشاء. وجود الضمان الصحي اللي قلنا أنه راح يعوض المواطن بدل ما كان يتحمل أكثر من 70% من تكاليف علاجه وهو يعالج في المستشفيات الحكومية، الآن بإمكان الدولة أنه تقوم بدعم المواطن والمراجع والمريض العراقي بتقديم أكثر من 70% مما يتحمله المريض نفسه. المؤسسات الصحية لم تكتفي بمواجهة مصاعب قلة التخصيصات المالية خلال عام 23، بل كان لاتساع رقعة مرض الحمى النزفية تأثيره الكبير على الوضع الصحي للمواطنين، فيما يؤكد مسؤولون في قسم الصحة العامة أن تثقيف المواطن يعد من أهم التحديات التي يواجهونها. يعني الحمد لله احنا عندنا نسبة الشفاء أكثر من 85% الإصابات اللي صارت عندنا عام 2023. للأسف الإصابات يعني اللي أدت إلى الوفيات كان معظمها يجون في وقت متأخر، يعني يحضر المستشفى وقت متأخر وذلك ما نلحق عليه، وهم طبعا عندهم قد يكون بعض المضاعفات من هذا المرض وإضافة إلى الأمراض المزمنة. ومع مشكلات قلة التخصيصات المالية التي ينبثق عنها عدم توفر الأدوية باهظة التكلفة وتقادم عمر المستشفيات وعقبات تطبيق قانون الضمان الصحي، يبقى المواطن يتطلع إلى اهتمام أكثر من قبل الحكومة الاتحادية. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. يعاني قطاع الصحة في مدن غرب الأنبار من نقص حاد في الخدمات الطبية، حيث لا يتوفر سوى مستشفى واحد في قضاء القائم، يفتقر للعلاجات الضرورية والأجهزة الطبية المتطورة، فضلا عن نقص حاد في الكوادر المتخصصة. التفاصيل في التقرير التالي. ما يزال للقطاع الصحي في مدن غرب الأنبار يحتضر، ففي قضاء القائم يوجد مستشفى واحد ويفتقر إلى العلاجات الضرورية والأجهزة الطبية المتطورة، فضلا عن نقص حاد في الكوادر المتخصصة، ما يجبر المواطنين على قطع مسافة تبلغ أكثر من 350 كيلومتر لتلقي العلاج بمدينة الرمادي مركز المحافظة. جهة الكادر هي عوزة تعزيز يعني من باب الأطباء ذو الاختصاص يعني مع الكادر هذا، هذا واحد. ثاني العلاجات يعتاز إلى علاجات، لأن من أغلب المواطنين المريض ما راقد في ردها ويحيلون به إلى العلاجات الخارجية. الدكتور مال عيون هنا ماكو، والله شنو الدكتور مال عيون ماكو أبد، أبسط شيء يعني دكتور عيون ماكو من غير عادل بقية الدكاترة ماكو، يعني عندهم كادر صحيح هنا ماكو. علاجات ماكو، والله تيجي هنا طب للصيدلية ما تلقى علاج، يكتب لك تيجي على الصيدلية يقول لك ما أنا روح على الخارج. وزارة الصحة من خلال جولة أجرتها داخل مستشفى القائم أكدت مساعيها لتوفير المستلزمات الطبية للتخفيف عن كاهل المواطنين، وستكون هناك متابعة دورية على عمل الأطباء من أجل التزامهم بأوقات الدوام وتقديم الخدمات بشكل صحيح.
وزارة الصحة أعطت صلاحيات كاملة لمدراء السادة مدراء المستشفيات وليس فقط مدراء العامين من أجل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية. كذلك تم الاطلاع على تواجد الملاكات الطبية والصحية والإدارية، هناك خلل في تواجد بعض الملاكات الطبية مع الأسف، لذلك سيكون هناك متابعة شديدة من قبل وزارة الصحة وسنستمر بهذه المتابعة. وفي الجانب ذاته تصاعدت مطالبات أهالي القضاء الذين يتجاوز عددهم 150 ألف نسمة ببناء مستشفى آخر وإنشاء مراكز تخصصية من أجل استيعاب جميع المرضى. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. في اليوم 88 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المركز على المنطقة الوسطى في قطاع غزة، فيما أفادت صحة القطاع بارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 22 ألفا منذ بداية العدوان. في المقابل أعلنت المقاومة الفلسطينية مواصلتها التصدي لقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، وأن اشتباكات عنيفة تدور في مخيم البريج بالأسلحة الثقيلة، مؤكدة تكبيد العدو خسائر في الأرواح والآليات، ومشيرة إلى سماع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة التي تتعرض لقصف صهيوني مكثف. إلى ذلك أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 4 مدنيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وأوضحت المصادر بأن جنود الاحتلال اغتالوا الشبان 4 عند محاصرتهم في منزل بعد أن شهدت المنطقة اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية. هذا وبدوره فقد أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط خلال الاشتباكات. أصدرت قوات الاحتلال قرارا بتسريح 5 ألوية من غزة، منها لواء احتياط إضافة إلى 3 ألوية للتدريب. وأوضح الناطق باسم القوات في تصريحات صحفية إن أسباب الانسحاب من شأنها تخفيف الأعباء الاقتصادية بشكل كبير وضمان التخطيط والاستعداد القتالي، مضيفا أن هناك تناقضا في حجم القتال وسيتم تسريح مزيد من القوات في الأيام القادمة. إلى ذلك أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي إرسال 25 طنا من المواد الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني عن طريق طيران القوات الجوية إلى مطار العريش في مصر. الجمعية وفي بيان لها قالت إن هذه الدفعة هي 10 التي يتم إرسالها إلى الهلال الأحمر المصري تمهيدا لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر عن طريق معبر رفح. النشرة انتهت، إليكم أبرز ما جاء فيها. أول حكم بالإعدام في العام الجديد لإرهابي خطط لاستهداف كركوك في العيد، والجيش يزف أول شهيد له. بعد 21 سنة من مشاركتها في الغزو، استراليا تصارح شعبها: شاركنا بحرب العراق اعتمادا على تقرير شفهي. بعد أن أغرقت البلاد بأدوية مجهولة المنشأ، الكمائن الأمنية تشل مافيات الأدوية وتضرب أرباحها المليارية. مشاهدينا، النشرة انتهت، إلى اللقاء. We'll be right back.